السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج. مباراة شطرنج خرافية راح نسميها الأرجنتينية الخالدة، لأنها لعبت بالأرجنتين بين لاعبين أرجنتينيين. اللاعب الأبيض طبعا هذا اسمه، وهو IM International Master، تقييمه كان أثناء هاي المباراة 2200. واللاعب الأسود لاعب قوي جدا، هو جراند ماستر، كان تقييمه 2550. لاعب قديم يمكن مواليد 1947، كان يلعب على دور فيشر وتال وهالشلة، وفيها فخ جميل بتمنى انكم تشوفوه وتعرفوه ضد الناشدورف، ممكن تستخدمه ويوقع فيه احد خصومك. فخلينا نشوف. اللاعب الابيض هون بلش بالنقلة E4، فرد عليه اللاعب الاسود بالنقلة C5. الان نايت F3، D6، D4، C takes D4، ونايت تيكس D4. الان نايت F6 عم يطلب هذا البيدق، فرح نحميه بالنايت على C3، A6، ودفاع الناشدورف. ودائما منقول بدفاع الناشدورف انه اي نقلة ممكنة هون للاعب الابيض، اختار على كيفك. اللاعب الابيض هون بختار اكتر نقلة عدوانية، وهي الفيل على G5. فهون النقلة الرئيسية عند اللاعب الاسود هي نقلة E6. فالان النقلة الرئيسية عند اللاعب الابيض F4. بشوف العدوانية بلعب اللاعب الابيض. الكوين على B6 عم يهدد هاد البيدق. طبعا هون اللاعب الابيض فيه يرجع بالحصان لحتى يسكر على الوزير ويحمي البيدق، ولكن الخط الرئيسي هون والملعوب اكتر هو الكوين على D2. خلينا نعتبر هاي اول تضحية بهاد الجيم، تضحية البيدق. طبعا هذا التفريع معروف جدا وملعوب مئات المرات، يسمى بتفريع البيدق المسموم. طبعا بيدق خطير جدا قبوله، ولكن ايضا يعني ممكن اللاعب الاسود انه يقبله، ما في خسارة محققة. فهون اللاعب الاسود فعلا رح يقبل التضحية وياخد البيدق المسموم. القلعة على B1 عم تطلب الوزير، فالوزير عنده خيار واحد متاح فقط، هو الخانة A3. فالآن عنا عدة خيارات، الـ E5، الـ F5، تكسير الحصان ممكن. فاللاعب الأبيض رح يختار النقلة E5، D takes E5، F takes E5، النايت رح يروح على D7، عم يطلب هذا البيدق. والآن عزيزي المشاهد، النقلة لاعب الأبيض هي الفيل على E2. طبعا خلينا نعتبرها التضحية الثانية بهاد الجيم، تضحية بيدق. لاحظ اللاعب الأسود هون ما في ياخد البيدق، ليش؟ هذا الفخ الجميل اللي قلت لكم عنه. اللاعب الأسود هون رح يخسر إذا أخد البيدق، لأنه إذا أخد البيدق وقف الفيديو وحاول تلاقي شو ممكن يكون رد اللاعب الأبيض. عزيزي المشاهد، بتوقع الرد سهل، هو أخذ هاد البيدق بالحصان. طبعا التهديد أنه رح يكون في عنا كشمات من هون، طبعا تضحية جديدة بالحصان، ورح يكون في عنا أفضلية كبيرة للاعب الأبيض. كيف رح تحمي الخانة؟ ممكن إذا اتبعت تعليمات المحرك يدلك على النقلة كوين على A5، ولكن هون بنقلة الفيل القوية هاي رح يموت الوزير، مثل ما أنك شايف ما في أي خيار للوزير. هاي الخانات كلها مراقبة، وهي مراقبة، وهي مراقبة بالحصان، وهي مراقبة، وهي مراقبة بالقلعة، وهي مراقبة بالحصان، وهذا محمي. فممكن الخيار الوحيد هون انه يرجع على A3، ولكن هون عزيزي المشاهد رح يكون في عنا كشمات جميلة جدا، وهي النايت على C7 كشمات. فإذا بنرجع هون بعد نقلة الحصان، أكيد ما فيك تاخد الحصان على فكرة أنك عم تعطي خانة للملك، لأنه هون رح يكون كوين على D8 كش رح يجي لهون، والآن رح يكون في عنا تبييت كش على G8، النايت على D5 أيضا تضحية بالحصان مثل ما أنك شايف. طبعا لاعب الأسود أكيد ما في يقبل تضحية، لأنه رح يكون في عنا كشمات بالنقلة التالية بعد أخذ الوزير. فهون ممكن تعطي خانة للملك، فالنايت على E7 كش طبعا إجباري، الملك على H7، والآن القلعة رح تأخذ الفيل، القلعة رح تأخذ القلعة، والوزير رح ياخد القلعة، وصار في عنا تهديد بكشمات. طبعا ما فيك تاخد الفيل، لأنه رح يكون في عنا كشمات. طبعا ما في أي حل، يعني الحل الأفضل هون أنك تضحي بالوزير. طبعا تحليلات معقدة، ولكن عم فرجيكم يعني جمال هاي النقلة، وجمال هذا الفخ، وجمال التضحية هون بهذا البيدق من خلال نقلة الفيل. طبعا هون اللاعب الأسود ما أخذ البيدق، طبعا هو لاعب جراند ماستر، وأكيد مارق عليه هيك فخ،
فلعب النقلة بيشوب على البي 4 وعم يهدد الحصان وعم يربطه. الحصان مهدد بقطعتين ومربوط عليه الملك والوزير. القلعة على البي 3 عم يحمي الحصان وعم يهدد الوزير، فالوزير بيرجع على الاي 5. الآن تبييت من الأبيض وتبييت من الأسود، ونقلة جميلة جدا أيضا من اللاعب الأبيض. خلينا نعتبر التضحية الثالثة وهي نقلة الفيل على الاف 6. عزيزي المشاهد، طبعا هون أخذ الفيل بالبيدق هو الأفضل، رح يعرض اللاعب الأسود لهجوم عنيف، رح يأكل ويكون مهدد بكش بالوزير، رح يكون بعد كش مات، فاللاعب الأسود مضطر يحمي ملكه. فالآن مثلا الكوين على الـ H6 أيضا مهدد كش مات، القلعة رح تجي على الـ G8، رح يكون في عنا الفيل على الـ D3 رح يكون أيضا مهدد بكش مات، رح تضطر تحمي بالحصان، وبعدين رح يتابع اللاعب الأبيض بهجومه. طبعا كل قطعة نشيطة وهجوم رح يكون عنيف، مثلا يحاول يطور الحصان، بعدين ممكن القلعة تجي على العمود H، ممكن القلعة الثانية تجي على العمود H، ممكن يصير في تضحيات بالأحصنة، يعني هجوم قوي جدا. على كل حال المحرك بيقول انه هذا الموقف تعادل، ولكن لاعب الأسود ما حب يدخل بهذا الخط وراح رفض التضحية الثالثة وأخذ بالحصان. فالآن اللاعب الأبيض راح يأخذ الحصان بالبيدق إيه، القلعة راح تروح على الدي وعم تطلب هذا الحصان. طبعا هون راح يكون في عنا التضحية الرابعة بالجيم وهي أخذ البيدق تاركا هذا الحصان. ليش هذا الحصان؟ طيب نحن شايفينه انه محمي بالوزير، الحقيقة لا ما انه محمي، لانه اللاعب الاسود رح ياخده، واذا اخدته بالوزير رح يجي الفيل على C5 لحتى يربط الوزير ويسقط الوزير ويربح اللاعب الاسود، فلذلك رح نعتبره تضحية. طبعا هون اللاعب الاسود ما كانت نقلته كتير دقيقة، الافضل انك تضغط على الحصان مبدئيا من خلال الفيل، وممكن يكون في عنا أفضلية هون للاعب الأسود، ولكن التسرع بأخذ الحصان رح يعمل شوية مشاكل عند اللاعب الأسود. رح يكون عنا نقلة قوية هي الكوين على الـ H6، طبعا نقلة هجومية خطيرة رح نشوف نتائجها بعد شوي. الآن الكوين على الـ E5، طبعا هذا البيدق صار كتير متقدم وكتير خطير، عم نحاول نسقطه قبل ما يصير خطر حقيقي. فالآن نقلة قوية أيضا من اللاعب الأبيض وهي التضحية الخامسة بهذا الجيم هي النايت على الـ E4، تضحية جميلة جدا. شو الهدف؟ الهدف انك تحمي هذا البيدق بطريقة غير مباشرة، هلأ رح نشوف. والهدف الثاني انك تفتح الصف الثالث للقلعة للذهاب للضغط على البيدق H7. طبعا الآن إذا اللاعب الأسود أكل البيدق فصار في عنا القلعة على G3 وراح تربط الوزير، فإذا مثل ما قلنا حمينا البيدق بطريقة غير مباشرة. طبعا إذا أكل الحصان بالقلعة مثل ما قلنا القلعة راح تجي على H3، وطبعا حماية هذا البيدق مستحيلة، فهون لاعب الأسود مضطر أنه يأكل البيدق طبعا، فهون راح تجي القلعة على G3 ويسقط الوزير وأفضلية كبيرة للاعب الأبيض. فإذا أكل اللاعب الأسود الحصان بالوزير وهذا الشيء اللي صار بالجيم، راح يكون في عنا الفيل على الـ H5. مثل ما قلنا الوزير نوعا ما بعد عن تهديد البيدق، وبالتالي اللاعب الأبيض استمر بهجومه. الآن صار في عنا ضغط على البيدق F7 وطبعا تهديد بكش مات، فلذلك اللاعب الأسود هون راح بالقلعة على الـ D7 لحتى يحمي البيدق. هون في عنا النقلة روك على D3، أيضا فينا نعتبرها تضحية لأن هون مهددة بقطعتين ومحمية بقطعة واحدة، فممكن تكون تضحية ببيدق، ممكن نعتبرها تضحية. ولكن عزيزي المشاهد أكيد ما فيك تلمسها، لأنه إذا أخذتها بالقلعة رح يكون في عنا كشمات مباشرة. القلعة هاي عندها مهمة خطيرة جدا وهي حماية البيدق F7، فإذا ممكن تاخذها بالوزير اكيد لا، يعني راح تخسر الوزير. ممكن تحرك القلعه تشيل القلعه من التهديد اكيد لا، راح يكون في عندنا كشمات. الحل الافضل الحقيقه حسب الكمبيوتر انك تضحي بالوزير، ولكن اللاعب الاسود لقى فكره نوعا ما
عطى كش بالفيل، الملك راح على H1 والآن جاب الفيل على D4 وسكر تهديد القلعة، فالقلعة راحت على G3. شو الفكرة من هاي النقلة؟ الفكرة هون انك انت حرمت اللاعب الاسود من حماية الملك لهذا البيدق، لانه هون الملك مجرد ما تحرك صارت خانة الترقية محمية بالقلعة، صار فينا نرقي هذا البيدق بحماية القلعة. فهون لاعب الاسود لعب النايت على C6، وايضا هون وقف الفيديو عزيزي المشاهد وحاول تلاقي افضل نقلة عند اللاعب الابيض. نقلة خرافية، نقلة جميلة جدا. النقلة هون عزيزي المشاهد هي الفيل على G6، نقلة خرافية. مثل ما شايف مهدد الوزير والفيل مهدد بالبيدقين. طبعا اكيد ما فيك تاكل بالبيدقين، اذا اكلت بهذا رح يكون في عنا كش مات فورا، واذا اكلت بهذا ايضا رح يكون في عنا كش مات فورا، واذا ما اكلت يعني في عنا تهديد غير تهديد الوزير، تهديد بكش مات من خلال الكوين H7. فلذلك هون اللاعب الأسود لقى حاله مضطر أنه يكسر الوزير مقابل فيل. القلعة رح تأخذ الوزير. أكيد نفس الفكرة السابقة، البيدقين ما بيقدروا يأخذوا القلعة بسبب وجود الكشمات. فالآن النايت على E7. طبعا لاحظ كل هالتضحيات اللاعب الأبيض استرجعها، ولكن ماديا الموقف متعادل. شوف قلعتين مقابل قلعتين وثلاث قطع خفيفة مقابل الوزير، نوعا ما متعادل، ولكن الأفضلية على الواقع. الجيم منتهي، الجيم في عنا كشمات بستة نقلات. الآن شو رح نلعب؟ تضحية تامنة عزيزي المشاهد، وهي القلعة رح تاخد F7. تضحية بالقلعة، وطبعا في عنا تهديد بكشمات، وهي الكشمات يعني ما فيك تحميها. ممكن تتخيل انك ممكن تحميها بالنقلة روك على D8، اكيد لا عزيزي المشاهد، لانه هون رح يكون في عنا كشمات فعلا، لانه اذا اكلت الان رح تاكل مع ترقية لوزير، وصار في عنا كش مزدوج مثل ما انك شايف، وبالتالي ايضا الوزير هاد محمي بالوزير، وبالتالي ايضا كشمات. فاذا ما فيك تحميها بالقلعة، فبعد هاي التضحية الجميلة اضطر اللاعب الاسود انه ياكل القلعة، وهون رح يكون في عنا ترقية لوزير، مع انه الترقية يعني مهدد بالحصان، فخلينا نعتبره ايضا تضحية. لاحظ الان الحصان اجباري بده ياخذ الوزير، وهون الوزير رح ياخذ البيدق H7 مع كش. طبعا اذا رجع الملك رح يكون في عنا كش مات فورا، فهون استسلم اللاعب الاسود على فكرة، بدك تغطي بالفيل رح تاخده مع كش. الملك رح يروح على E8، رح تاخذ حصان مع كش، الملك رح يجي على E7، والان القلعة رح تاخذ E6 مع كش مات. فاذا مثل ما شايف كش مات جميلة جدا، ولاعب 2200 استطاع يهزم 2550، فمباراة تستحق انها تكون الارجنتينية الخالدة. اذا عجبتكم المباراة لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بزر اللايك، ودعمنا بطرق الدعم الممكنة الموجودة الان على يمين الشاشة. ولازم نشكر المنتسبين بالقناة والداعمين للقناة على رابط باي بال الموجود بالوصف، هن سبب استمرار هاي القناة. نلتقي مجددا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.